Perkenalkan, Abdullah bin Ubay, orang yang disebut-sebut sebagai pemimpinnya orang-orang munafik. قد نصحت له ألا يخرج من يثرب، فنحن في مناعة هناك، فإن حاول دخولها علينا قاتلناه، ولكنه أطاع الولدان ومن رأينا أطاعهم وعصاني. على ما نقتل أنفسنا؟ بل أعود ومن معي إلى يثرب. ما حملك على الخروج معنا إن كان هذا رأيك؟ لا والله، بل شئت أن تخذل الناس حتى يضطرب أمرهم. سنعود، سيغني الله عنكم نبيه. نعم، أبى الله إلا أن يميز الخبيث من الطيب قبل أن نواجه عدونا.